يا رب ان شاء الله. ان شاء الله الله يسمع منك. تفرح علي. ان شاء الله الف مبروك. ما كنت بتوقع انه تنفذ منا مرتك هالمره. روح وزع الحلوان، مرتك جابت لك الولد الثالث. الحمد لله. اي والله خير. شو في منصور؟ ليش مالك على بعضك؟ مالك مبسوط انه اجاك ولد؟ هذا مانو اول ولد، ويا دوبي عم طعمي هدول. وهلا اجانا ولد ثالث كمان. ما بيصير هالحكي يا منصور، الولد بيجي وبتجي رزقته معه ان شاء الله. يلا روح بسرعه وجيب كيلين حلو مشان الضيافه، بدنا نحتفل بالولد. يلا لازم توزع الحلوان، واذا ما معك مصاري ساعتها خليني انا اعطيك مصاري. خود خود ابني خود. شوفي حميدة، طلعي طلع هالولد بيشبه جوزك تماما. انا شفت رجال من عيلتك وكلهم بيشبهوا الامراء. ايه انفن صغير وبياخد العقل بجنن. اسمعي هلا صح انفن صغير، بس منضل احسن من اميرك اللي بياخد العقل. هاد إلي. لا إلي. بابا اشتراه لي. بابا اشتراه لي. لك هاد لإلي. هاد إلي. أعطيني إياه. هاد إلي. هاد إلي. هاد إلي. لا هاد إلي. شو هالبدية اللي عم تعملوها يا أولاد؟ يلا اطلعوا لشوفوا العبوا برا. يلا يلا لشوفوا بسرعة. يلا قوموا. يلا بسرعة. تحركوا. لك شو هالاسم يلي سميتي؟ الجيران عم يضحكوا علينا. مو بس الجيران وحتى اختك آمنة كمان. عن جد هالبنت مشكلة. انا يلي بدي اعرفه، يعني ما بيحق للام تسمي ابنها؟ لا اكيد فيها تسميه، بس يعني اذا ابوه للولد اسمه منصور شو بده يكون اسمه للولد؟ قدير، رحيم، شكور، اي اسم. بس شو اخترتي انت؟ باريزاد. على القليل كان لازم يشبه باريزاد، بس هو ايه شبه، هو اسمر شوي بس طبعا بياخد العقل. وهي عم قلك ما رح اسمح لأي شخص يغير لي اسمه لابني، فهمت؟ انت عن جد كتير عنيدة. بس استني، هالاسم هذا رح يقلب له حياته لجحيم بالمستقبل. يعني اصلا عنا ولدين، واحد اسمه اكبر والتاني اصغر، ليش لحتى هذا يكون مختلف؟ باريزاد. طرق كثيرة وممرات كثيرة، أشخاص كثر ووجوه كثيرة. على هذه الطريق تحول أطفال كثر لمرحلة البلوغ. قلوب كثيرة تنبض، لكن ماذا عن هؤلاء الذين لم تقبلهم حتى الطرقات؟ لا يوجد أي أحد يراهم ويساعدهم، لكن الله لن يترك أي أحد وسيساعد الجميع بما فيهم نحن الذين نبحث دائما عن الحياة الجميلة. لك تعال يا غبي. مثل ما بتعرفي جوزي ما بيعرف يعمل أي شيء، بيروح على شغله الصبح وبيرجع بالليل. عنده 4 أولاد بس مالهم نفعانين لشي. أكبر ما بيقدم للبيت ولا شيء، أما أصغر بيدفع النص دائما، ومع هيك ما حدا عاجبه أبدا. ليش؟ طبعا لأنه هو الصغير بالبيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقف وقف،
هات لشوف رح تساعدنا بمصاريف البيت هذا الشهر ولا لا. مرت أخي، باري دايماً بيعطيك المصاري اللي بياخدها من الدروس الخصوصية. ايه انت دائماً بتعطي كل مصاريك لمرت أخوك الكبير، وهلأ اسمعني كتير منيح يا باري زاد، المرة الجاية بتعطيني نص المصاري. بعد كل شي صار أنا إلي حق أحكي، أنا كمان بنت هذا البيت. اسمعيني، لا حدا يتدخل بهالموضوع، المحاسبة كلها عند أخوك أكبر. وانت درسين ثلاثة ما عاد يكفوا أبداً، لازم تشتغل شغل تاني، كل شي صار غالي بهالأيام. أهلكن ماتوا وتركوا كل مسؤوليتكن علينا. رح أدور إذا حدا بده دروس مسائية مرت أخي. باري فوت لجوا وأنا بجيب لك الغدا. هالبنت لهاليوم دائماً بتكون ملتئمة. ايه والله معك حق. على فكرة أنا اليوم احترقت من الشوب كل النهار. ايه معك حق، اليوم كان كتير شوب. بس انت لأمتى بدك تضل عم تعمل هيك كل اليوم؟ وعي. والله ما بعرف. طيب هي بتعرف يلي حاسس فيه تجاهها؟ وكيف بدها تعرف يعني يا أخي؟ ما قدرت حاكيها أبداً لحتى تعرف. طيب روح وخبرها بكل بساطة، مو صح إنك أخير أي شي بيتعلق بالحب؟ ايه والله معك حق. ايه. بس يعني ما عم لاقي الكلام اللي بدي احكي لها اياه لحتى يفوت لقلبها وتقلي انها بتحبني كمان، عرفت؟ ما انتو كلكم بتعرفوا انا ما كملت غير للصف العاشر، وهذا لاني غشيت طبعا. اسمع اخي شوقي، لقيت لك حل مشكلتك. شو هو؟ طلع هنيك، صدقني ما حدا رح يقدر يساعدك غير باريزات. سمعت انه بلش يكتب قصائد. عن جد؟ ايه، وبعدين بيكتب لك قصائد بتاخد العقد. ايه والله معك حق، ما حدا رح يفيدني غير باريزاد. تعود العاب عني، تعال تعال يلا. طيب ماشي. إيه. يلا دورة، يلا العاب لشوف يلا. ايه رح العب طبعا. ايه واقف باريزاد. اهلين اخي شوقي. شو وين غاطيت؟ ليش ما عم تجي وتقعد مع رفقاتك؟ خير شو صاير معك؟ كل شي منيح؟ ايه منيح، بس عم خلص الدروس الخصوصية متأخر بالليل. إذا أخوك ماله مستفيد من كل هالقدرات اللي عندك، فشو بيهمه الدروس الخصوصية بقى؟ أنت بس اطلب يا شوقي، بدك اطلب لك توظيف ولا شو؟ لك لا لا مو هيك الموضوع، بصراحة بدي تكتب لي رسالة غرامية. ما فهمت عليك. رح تفهم، بدي تكتب لي رسالة لمرت أخوك المستقبلية. بدي اعترف لأني بحبها بطريقة بتاخد العقل، فهمت هلأ؟ ايه شو نوع هالحب هاد؟ إذا مو أنت كتبت الرسالة. حاول تفهمني يا أخي، أنا ما بعرف أكتب رسائل غرامية أبدا. بدي تكتب لي رسالة لما تفتحها وتقراها تجي لعندي ركض وتقلي حبيبي أنت وين كنت؟ بس بصراحة أنا ما بقدر. لا لا ما في أعذار، يعني معقولة ما تعمل هالشي كرمالي؟ طيب على القليلة أعطيني اسمها يا أخي. طيب ماشي، رح خبرك بكل شي. لوين رايح؟ على البيت. طيب شوفك بعدين. اصحك تنسى الرسالة ها؟ شوفك. لدي صديقان، غيوم الليل العائمة والنجوم في الليل، واثنين من أفضل أصدقائي، قطرات من ماء المطر والفراشة المتساقطة مثل حبات الثلج. وحين نجلس جميعنا معا نضيع في عالم خاص بنا ونفكر بك. باريزاد. شو قال اليوم الأستاذ بخصوص باريزاد؟ شو بدي أقول يعني حميدة؟ قال وحياة الله ما بعرف هالولد شو اللي جايبه،
قال لي الأستاذ إنه كل الوقت بيضل ساكت وما بيقرب ولا على طالب، وبيستعمل كمان كلمة عن جد صعبة هيك قال لي. آه، وقال إنه كتير حساس. هذا اللي قاله، معقول الفقراء اللي مثلنا يكونوا حساسين؟ والله بصراحة أنا ما فهمت شو مشكلته. شبه ليش لحتى يكون في عنده مشكلة بقى؟ كل القصة إنه العالم هنن اللي عندهم مشكلة معه. قلت لك لا تسميه بريزاد، أنا قلت لك هذا الشيء من قبل. يعني خليكم مثلي، ابن شخص فقير وعامل، ما كان ناقصني غير ولد حساس. هلأ بغض النظر إذا حساس ولا لا، تركونا من هالقصة هي. أنا برأيي إنه ابنك عنده بعض نظر وكتير معجب بالجمال. ما بتتذكر لما كان عمره سنتين ورحنا على عرس رشيدة؟ ترك كل النسوان يلي قاعدين وراح قاعد بحضن أحلى وأجمل بنت بالحفلة كلها. إذا ابنك وهو صغير عمل هيك، شو رح يعمل لما يكبر؟ يا حبيبي أنت يا مشاغب، يا حبيبي يا مشاغب. شغلت المي يا عمري أنت. استني استني، أعطيني لأشوف. كل يا حبيبي كل. باريزاد؟ نعم أخي. شو وين كنت بهاليومين؟ هون أخي. وين هون؟ عطيته الغرفة اللي مع جنينة اللي جنبنا. أي جنينة هاي بقى؟ لك هاي الغرفة اللي منحط فيها الأغراض. على فكرة أنا نظفتها وهو مرتاح فيها، يعني الأولاد كبروا صار بدهم غرفة لحالهم، صح؟ ايه ايه صح. ومرتي دائما بتبكي لنفس الشغلة، لازم نلاقي حل هالقصة لأنه الأولاد كبروا ما عاد يمشي الحال هيك. يلا يلا بسرعة، الله معكم، بسرعة بسرعة مشان ما تتأخروا. باري تعال اشرب شاي. ما خلصتي امتحانات؟ بلا خلصت، كان عندي آخر امتحان مبارح. وأخيرا الحمد لله، وأخيرا خلصنا. أنا برأيي أنت ما عدتي بحاجة للتعليم أبدا، خلص عطي دروس وعلمي العالم، صح؟ مرت أخي أنا عم ساعد بكل شي وما عم أصر لما أرجع من الكلية. شو بدك تضيعي كل شي عم تدرسي يعني؟ على القليلة درسي لك شوية أولاد بالبيت وبهالطريقة بيصير مع شوية مصاري. وانت ليش ما بتعمل هيك شي؟ إذا ما عندك شي تاني على القليلة ساعد أخوك شوي، بعدين لأمتى رح تضل بالكلية وما عم تعمل أي شيء؟ فيدنا بشي شغلة، شوف أختك قاعدة. على القليلة ساعدها يا أخي، لازم تكون مفيد. عم حاول إني أعطي دروس خصوصية أكتر. أختي لسه عندها فصل لتتخرج، لهي خليها تكمل تعليمها يا أخي. شو قلت؟ هذا الشيء ما بتتدخل فيه نهائياً. وبعدين سألت عمي هجان، باللحظة اللي بيتقدم لها الشخص المناسب رح نوافق ونجوزها. يلا كول صحة وهنا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام يا ماجد، كيفك؟ منيح الحمد لله، وانت؟ وأنا والحمد لله منيح. طمني يا ابني على أبوك، إن شاء الله منيح. من كام يوم ما أجا على الجامعة؟ الحمد لله صار أحسن. عم فكر أخده على كراتشي لأعمل له شوية فحوصات، بس هو كمان قال لي خلينا نأجل هاي القصة لبين ما خلص فحوصاتي وما تتأثر دراستي. إيه والله ما أحق بهالشي يا ابني، معناتها بس تخلص خده فورا. كتير بكون مبسوط لما أشوف شاب بهالعمر مثلك عم تدير بالك على أهلك وقريب من دينك كمان. شوف هالشباب طول اليوم قاعدين هيك ما عندهم لا شغلة ولا عملة، ودائما عم يلعبوا ويدخنوا وكأنه ما عندهم أهل حتى يساعدون. يلا خلينا نمشي، بكرة بيمشي حالهم لما يتوظفوا ويصير عندهم شي يعملوا. بما أنه ما عندي شي المسا رح أستغل هالفرصة وأخذ أبي مشوار ليغير جو. إيه الله يرضى عليك يا ابني ويحميك. الله يحميك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا خالتي، جبت لك بريزات، حاكي انت. ايه اكيد. السلام عليكم، خليكي قاعده. ولا يهمك، انا مبسوطه لانك اجيت، وبصراحه في عندي شي بدي احكي معك. خير، شو هالشي هاد؟
بصراحة بنتي الكبيرة ناهد في عندها مشكلة صغيرة، امتحاناتها بتبلش الشهر الجاي، وهي مستعدة لكل المواد ومحضرت لهم كتير منيح كمان ما عدا اللغة الأوردية. وخبرتني مرت أخوك أنك بتعطي دروس باللغة الأوردية، صح الحكي؟ ايه صح. معناها بدي منك تعطي شوي من وقتك لناهد وتعلمها لمدة شهر، يعني بدي اياها بس تنجح. ولا تاكل هم المصاري ابدا، رح ادفع لك مقدما. بس ايه ايه هو جاهز طبعا، ليش لحتى ما يدرسها؟ انت فاضي المسا ما هيك؟ الا يلا. انا ما عندي اي مشكله. ماشي، معناها من بكره بتجي لعنا الساعه 5 المسا وبتعطيها درس شي ساعه، اتفقنا؟ طيب يلا انا رح. لا لك خليكي قاعده، ما رح تروحي لا تشربي شاي، روح الا لسعيده تعمل لنا شاي بسرعه. حاضر. لك ما بدي اعذبكم. اي عذاب هاد؟ ايه خالتي طمنيني، شو اخباركم؟ الحمد لله يا بنتي كلياتنا بخير. لك انت شبك، شو صاير لك؟ عم تقطش السيره من نصها، احكي وخلصنا بقى. انا لك هذا باريزاد، لا تاكل هم. ايه لو سمحت جيب لنا كاسة شاي مع كريمة لباريزاد. جيب لي إلي كمان واحد. يلا كمل عم نسمعك. شو بدي أقول يعني؟ البنت طالعة بتاخد العقل بلبسها الأسود. على فكرة قلبي عم يتشقف ألف شقفة لما أشوفها. بس يا ترى عندها الجرأة لحتى ترفع راسها وتطلع فيني؟ أكيد ما رح تطلع. ناهد بنت كتير محترمة وأخلاقها عالية. انسى موضوع أنها تحكي مع حدا من الجيران. هي بحياتها ما رفعت راسها. مثل ما عم قلنا. تفضل الشاي. يسلم. هي بحياتها ما رفعت الخمار وكتير ملتزمة. شو رأيك باريزاد؟ شي مرة شفتها لناهي؟ ليش عم تضحك وشو بكون؟ ليش عم تضايقوا لهالمسكين؟ بظن انه بنات الحارة حتى اسمه ما بيعرفوا. باريزاد؟ تعال شوي بالله. يلا قوم بسرعة، اليوم هو دورك مشان تاخد الدرس. اصحك تسمع يلي بيحكيها. دير بالك على حالك. يلا لشوف. يلا بسرعة، تأخرت كتير. قديش لرهان؟ انت شو عم تعمل مع هالشباب؟ انا كنت قاعد معهم يا اخي. شوف لقلك، انت شاب محترم ومجتهد كمان، وقعدتك بالقهوة مع هالشباب هدول ما بتناسبك ابدا. بعدين بالمناسبة صار لي كم يوم ما شفتك بالجامع. انا اضطريت ما اجي على الجامع لاني كنت مشغول كتير. اسمعني منيح، ما في شي بيشغلك عن عبادة ربك، لا تعيد هذا الشي مرة تانية. حاضر. ليك الشعر والقصائد بينتهوا، حط لحالك هدف وامشي عليه. اتفقنا؟ اتفقنا. سلام. السلام عليكم. تفضل أخي. ماما بعتتني وقال إذا عندك شوية كزبرة ونعنع زيادة بدها تعمل الصلصة اليوم. بس ماما مو بالبيت، بس ترجع بتبعت لياهم. يا علينا، شو هذا يا؟ من وين بيطلع لي هذا شوقي؟ أو خير، شوفي وش عم ينقط سم. ما بصير تحكي هالحكي، شو صاير؟ ما بعرف. ها ليكو رجع. شو هذا يا؟ يعني ما بيفهم هاد؟ أنا خبرتك. خالتي سكينة قالت لي إجي اليوم منشان الدرس. أهلين، تفضل فوت لجوا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعتذر خليتك تستنى. ما في أي مشكلة. بصراحة كان وال مدح طريقتك بالتدريس كتير، وماما ما كان عندها خيار إلا تناديلك. هي خبرتك عن المشكلة، صح كلامي؟ ايه، وبصراحة ما أنا مشكلة كبيرة، لأنه بوقت من الأوقات كانت هاللغة حتى صعبة علي، بس مع الوقت قدرت أني صير رفيق لغة الأردو، وأنتي كمان رح تتخطيها وتصير رفيقتك. يا عيني.
كلامك كتير حلو على فكرة. معك حق، إذا الواحد صار رفيق مع شغلة ما عاد يأكل همه أبداً. طيب لكن خلينا نبلش لأنه ما عنا وقت كتير. صح، بعد 3 أسابيع الامتحان. ما في مشكلة، إن شاء الله رح تكوني جاهزة للامتحان خلال 3 أسابيع. أنتي ما تاكلي هم أبداً. خلينا نبلش بغالب. إيه، غالب هو أكتر حدا ما عم بقدر أفهمه. ما في ورقة بالامتحان ما فيها سؤال تفسير لشعره على فكرة. طيب لا تخلي هالموضوع يشغلك، حاولي تحسي فيه بقلبك. طيب خلينا نحكي عن القلب. هون ينبغي لشخص أن يسأل عن قلبي إذا كان بداخلي. إذا كان بداخله نصف سهم. ينبغي لشخص أن يسأل عن قلبي إذا كان بداخله نصف سهم ولم أكن أشعر به. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يرضى عليك يا ابني. تفضل عود. شو يا بنتي، انت حاطة ببالك تتعلمي اللغة كلياتها اليوم؟ يعني صار لك أكثر من ساعة ونص ولازم يروح لأنه عنده دروس تانية. صار لنا ساعة ونص. ايه صح. طيب رح نوقف هون اليوم والمرة الجاية منكمل. طب اشرب الشاي، ماما عملته خصوصي كرمالك. تفضل اشربه يا ابني. ماما كتير ايه فهمت. الله يوفقك. بدك اختي؟ لا شكرا ما بدي. فواكه للبيع، فواكه للبيع، فواكه للبيع. شو يا باري؟ تفضل أخي شوقي. طلبت منك شغلة، شو نسيتني؟ شو؟ شوف هاي نسيت كمان. تذكر يا باري طلبت منك أنه تكتب لي رسالة غرامية. أخي شوقي رح يروح علي باص الكلية وأنا متأخر. خلص لا تأكل هم أبدا يا أخي، أنا بوصلك على الموتور، لا تأكل هم. يلا اكتب لي إياها. لمين الرسالة وشو أكتب؟ خليها لصديقة مبدئيا، وكمان خلينا نكتب بآخر الرسالة بدال اسمي حبيبك العاشق الولهان. يا عيني شو هاد؟ شكله في سر كبير. ايه ايه طبعا، الحيطان إلى أدان. يلا يلا بلش اكتب، ولا تنسى القصيدة. ها أي قصيدة؟ أي واحدة؟ إذا مرق خيالك على البال من بالي ما بتروحي، بيدج بصدري موال نغماته بترجف روحي. كثير بحب هاي القصيدة، قبل كم سنة قريتها مكتوبة على عرباي. شو بك أخي؟ كتير متغير علي اليوم وعم تزبط حالك؟ لا لا أبداً ما في شي أختي. على فكرة أنا بعرف رايح تعطي دروس ببيت السيد ميرزا صح؟ هو بصراحة لازم تلبس هيك مشان يحس الشخص يلي قدامك إنك جدي. أختي شو هالحكي هاد؟ شو دخل اللبس بهالقصاص؟ أنا بعرف حالي كتير منيح. إيه بس لا تقلل من قيمة حالك لهالدرجة، أنت شخص مانك قليل. يلا تأخر الوقت لازم روح. استنى اسمعني، فيك تعمل شغلة على طريقك؟ ايه؟ اعطي هاد الكتاب للأخ ماجد، آسيا أخدته منه لتعطيني إياه، صار له معي كذا يوم ما بعرف شو بيكون حكى علي. لحظة لحظة، مين الأخ ماجد بقى؟ شبك أخوه الكبير لرفيقتي آسيا، كنت تمدح فيه كل الوقت من زمان. قصدك عم ماجد؟
والله ما بعرف شو الدعاء يلي بيضل يدعيه لما يكون بالجامع، وما بعرف شو بيضل يطلب من الله. باري، صار بدك فركة إذنها؟ احترمه شوي، هو مو بس جار، هو كمان إله منصبه بمجلس الإدارة. إيه خلاص لازم احترمه لماجد. أنا آسف، قصدي الأخ ماجد. أنت تأخرت ولا شو؟ صار لازم تروح. يلا صحي، اسمع، شكروا للأخ ماجد نيابة عني. مجنون. السلام عليكم أخي ماجد. وعليكم السلام، كيفك سعيدة؟ باريزات بالبيت؟ لا، راح عنده درس خصوصي. تفضل فوت، الكل بالبيت. لا، كنت بدي أحكي معه بشغلة مهمة بس. تفضل أحكي، عم بسمعك. لا خلص انسي، منحكي بالتفاصيل بغير يوم إن شاء الله. بصراحة خلي باريزاد ينتبه شوي، ما بيصير يضل قاعد بالحارة هيك دائما، هالشي ما رح يفيده أبدا ورح يصير لإسم باريزاد كمان. طيب رح فهمه هذا الشي على عيني. طيب ماشي، أنا رح روح، ديري بالك على حالك. السلام عليكم. لا لا، بتعرفي ما رح يمشي الحال إذا بس حفظتي الأوردو، هي شي لازم يغوص جواتك ويفوت لقلبك. إذا أنتي حسيتي بالكلمات وعرفتي شو هي بتعني، ساعتها ما رح تلاقي صعوبة بتذكرها، لأنه تفسير الأدب بيتطلب معاملة كتير مختلفة. معك حق، رح أقراها هالمرة مثل ما طلبت. بدي أقول لك شي، كل اللي علمتني إياه لهلأ فهمته كتير منيح. إيه الحمد لله، برافو. أنا قصدي هاد دليل على ذكائك. السلام عليكم. الله يحميك يا ابني. وعليكم السلام، طمني شو الوضع؟ طالبتك عم تدرس منيح؟ عم تتعلم صح؟ ايه ما شاء الله، عم تتعلم بسرعة. ما شاء الله. عود يا ابني، تفضل عود. يلا خلص وقت الدرس يا جماعة، وهلأ رح نقعد كلياتنا ونشرب هالشراب البارد، ماشي؟ بابا يلا، شوف هالشعر شو حلو. يا عيني، ايه والله يا بنتي. تفضل. شكرا لك. شكرا. اختي بتحبي صب لي؟ ايه. خالص؟ ايه. شو يا ابني؟ مرحبا يا شباب، شو اخباركم؟ اهلين شوقي، شو اخبارك؟ منيح؟ ايه والله منيح. شو عم يصير معك هالايام؟ يلا لشوف، احكي لنا اخي شوقي. كل شيء منيح؟ ايه كل شيء منيح وكله تمام. ايه تمام. يلا العاب. قديش الساعة؟ مثل كل يوم تسألنا اخي شوقي، ساعة 9. الساعة 9؟ ايه يلا العاب. لك ليش هيك؟ ايه يلا يلا العاب بسرعة. ايه هلا بنشوف. رح تخسر انت اليوم. شوف هالحركة، اطلع. ايه؟ استنى استنى استنى، شوف شوف على هالحركة. ها يلا العاب. خسرت. انت غشيت ما لك، هي رابع مرة بخسرك انت. واحد شو ليش ما عم ترد على تليفونك؟ وينك انت؟ استنيت لأكد لك الخبر اخي شوقي، الواحد لازم يستنى لتجي الاخبار الأكيدة. طيب احكي لي شو هي الاخبار اخي شوقي. بيت ميرز عليه حراسة كتير مشددة، وبنته بتضل بالبيت كل الوقت، وحتى إذا طلعوا بيروح معهم حدا من أهلهم، يا أمهم يا أبوهم. ما عندك إلا فرصة واحدة، ما في غيرها. شو هي؟ بنتهم الكبيرة رح تبلش فحوصاتها، وعم تطلع على السطح كل يوم الساعة 9 بالليل لحتى تدرس. هي فرصة ممتازة لإلك، روح وخبرها باللي بتحسها تجاهها. والخبر المنيح إنه في عندهم اليوم عرس بالحارة، وسمعت لك كمان إنه أبوها وأمها رايحين يحضروا العرس. ناهد وإختها الصغيرة رح يضلوا بالبيت لحالهم. ممتاز، معناتها بعت حدا لحتى يراقب، ولما يطلعوا أهلها فورا بتخبرني، وأنا بيجي لعندك. إيه على عيني. الله معك. كانوار؟ نعم. ليكي أنا طالعة السطح لأدرس، لهيك إذا ندق الباب لا تفتحي، ماشي؟ بابا قال لي رح يرجعوا بكير. ماشي. بتصل فيكي إذا بدي شي. ماشي أختي، موفقة بدراستك.
ايه هون 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 تمام تمام. لا تتحرك ابدا لحتى اعطيك اشارة. اتفقنا. طيب ماشي. دير بالك. تسلم. الله معك. شوفي اختي شو صار. شبك شوفي انتي منيحة؟ في واحد على السطح. انتي طلعتي تدرسي على السطح؟ شو صار؟ ايه كنت عم ادرس على السطح وبعدها في حدا نط على سطحنا واجا لعندي. مين؟ مين؟ مين هو؟ ما بعرف كان عتمة كتير وهو مغطي وشه. يلا يلا بسرعة خلينا نطلع بسرعة. يلا يلا شوفي خير شوقي. انت انسى الموضوع اول ما شافتني بلشت تصرخ. طيب ماشي لا تاكلي هم انا رح اتصل بابي فورا. لا كل شي تمام. ايه اهدي. بسرعة 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 خلينا نروح. يلا وقف 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 هون وقف 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 شوي. يا ربي شوفي أخي شوقي أنا تركت الرسالة عندها على السطح. إيه وشو يعني؟ إذا اسمك مو مكتوب عليها. إيه والله معك حق. يلا خلينا نروح من هون فورا ولما نوصل ما رح نبين إنه صاير أي شيء. إيه؟ إيه طبعا على عيني. يلا تحرك بسرعة 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 تحرك يلا. الحمد لله على السلامة. لقيت عليك كتير. ليش شو صاير؟ شو هالصوت كأنه حدا عم يتخانق؟ بصراحة ما بعرف بس حدا من الجيران خبرني إنه في حرامي نط على بيت السيد ميرزا ولما بلشوا يقوسوا ركض. طيب وهنن منها حلا؟ ايه ايه كل شي منيح. السيد ميرزا وخالتي سكينة راحوا يحضروا عرس بس بناتهم بالبيت. يلي حط هالخطة أكيد مفكر فيها من قبل. أنا رايح. لوين رايح؟ أنا مش شايفني قديش خايفة؟ مرت أخوك نايمة والكل نايمين ومو دريانين. طيب خليني روح وشوف شو صاير. لا ما في داعي فوت لجوا. يلا لشوف. خلصنا حاجة. لا تخافي يا بنتي ليكنا رجعنا. والله أنا ما كنت حابة أبداً طلعتك على هالسطح بالليل لحتى تدرسي بنتي. نحمد الله أنه ما صار لك أي شيء. خلاص حاج تبكي. شو ما سمعتي؟ قلت لك روحي جيبي دفتر الملاحظات اللي بتكتب فيه ملاحظاتها بسرعة لأشوف. شوفي شو صاير ما تخبرنا. ماشي رح أخبرك. ما توقعت أبدا إنه هالشي يطلع منه. لما
لما شكيت كان معي حق. بتعرفي هذا خط مين؟ وهالرسالة؟ هاد خط باريزات بابا، مبارح كتب هاي الرسالة. واحد بلا أخلاق. أنا مبارح طلبت منه يكتب لي رسالة لمفتش البلدية لتركيب حنفية جديدة، وبعرف كتير منيح هذا الخط لمين.